انطلقت أمس السبت في العاصمة الأردنية، ليس أمس السبت، طبعا هناك خطأ في السبت، قبل أيام انطلقت قبل أيام في العاصمة الأردنية عمان فعاليات الدورة 14 لمهرجان ليالي المسرح الحر بمشاركة 8 عروض عربية وأجنبية. الدورة الحالية تحتفي بالمرأة العربية ومنجزها الإبداعي، وتشتمل على فعاليات تسعى من خلالها إدارة المهرجان للارتقاء بالذائقة الفنية لرواد المسرح. وكرم المهرجان في دورة هذا العام الفنانة الكويتية سعاد عبد الله والفنانات الأردنيات مجد القصص ورانيا فهد ومرام أبو الهيجة. نتابع. تحت شعار المسرح الحر مفتاح لقلب المدينة، انطلقت في العاصمة الأردنية عمان فعاليات الدورة 14 من مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي، والذي تنظمه وزارة الثقافة الأردنية ونقابة الفنانين الأردنيين. هذه الدورة تحوي عروضا مسرحية لعدد من الدول العربية والأجنبية، تحاكي الواقع السياسي والدرامي الذي يعيشه الوطن العربي. العروض اختيرت من 8 دول، سيتم عرضها خلال 3 أيام من عمر المسرح. تبدأ العروض وبدأت قبل قليل في المسرح الرئيسي هنا في العرض السويسري تحيا الحياة. دعونا نتابع جزءا منه. وصل 75 طلبا للمشاركة في مهرجان المسرح الحر بدورته 14 للمشاركة، حيث اختارت لجنة المشاهدة والمراقبة 8 عروض من سويسرا وإيطاليا وجورجيا والعراق والكويت ومصر وفلسطين والأردن. طلبات المشاركة الأجنبية حملت أعمالا مميزة على مستوى الشكل والمضمون، في الوقت الذي لاحظت فيه لجنة التحكيم عدم قوة طلبات المشاركة العربية بشكل عام. كما يشمل برنامج المهرجان أيضا عرض مسرحية نساء بلا ملامح لفرقة المسرح الحر، والذي يقدم خارج المسابقة الرسمية. دعونا نلتقي بعضو لجنة التحكيم المخرجة التونسية سيرين قنون. مهرجان المسرح الحر هذه المشاركة الثانية فيه. السنة الماضية جينا بعمل شقف واللي تحصل على 5 جوائز منهم أفضل عمل متكامل، فتم دعوتي السنة يعني في الدورة 14 للمهرجان باش نكون عضوة في لجنة التحكيم، وهذا بالطبيعة حاجة تشرفني أنه نمثل تونس، مثل بلادي، وأنه نكون متواجدة في الدورة هذه في لجنة التحكيم، يعني حلوة برشا. دونك هذايا الهدف لحضوري في الدورة هذه في مهرجان المسرح الحر. الباهي في المهرجان أنه عالمي أول حاجة، يعني مشاركات عالمية، فما الرقص متواجد، المسرح الرقص متواجد بشكل يعني كبير، فهذا حلو، وفما كل البلدان يعني العربية والعالمية، فهذا اللي يخلي المهرجان حلو. كلها في المسابقة تقريبا الأعمال، يعني توا لحد الآن اليوم الافتتاح، لكن متشوقين باش نحضر بقية العروض، وان شاء الله تكون معناتها الجوائز منصفة للمشاركين الكل. سوف تشارك العراق بمسرحية فلانة، والتي تقدمها الفرقة الوطنية للتمثيل للمخرج حاتم عودة، وتشارك مصر بمسرحية بهية من إنتاج دار الأوبرا المصرية من إخراج كريم أبدير، كما تشارك فلسطين بمسرحية مثل ما سقطت الشمس لفرقة مسرح الحارة في بيت جالة ومن إخراج بشار مرقس، ومسرحية ريا وسكينة لفرقة مسرح الشباب من الكويت من إخراج أحمد العوضي، وتشارك فرقة المسرح الحر بمسرحية نساء بلا ملامح من إخراج إياد شطناوي، والتي ستكون خارج المسابقة الرسمية، وستشارك إيطاليا بالعمل المسرحي وهم من إخراج فابيو أمادي، ومن جورجيا مسرحية بروس نامي، وتشارك سويسرا بمسرحية تحيا الحياة والتي ستقدم في عرض الافتتاح.
وتقدم فرقة المسرح الحر البرامج الموازية للمهرجان، حيث سيتم عقد ورشة فن الإيماء يقدمها المخرج الفلسطيني سعيد سلامة الرائد في فن الإيماء، وسيشارك في الورشة ما يزيد عن 50 متدربة. دعونا نلتقي بإحدى الفنانات المكرمات في المهرجان، الفنانة الأردنية رانيا فهد. طبعا مهرجان ليالي المسرح الحر من أهم المهرجانات العربية على مستوى طبعا جميع الفرق الخاصة. فرقة المسرح الحر بتضم أهم نخبة من الفنانين العرب من الفنانين الأردنيين على مستوى الوطن العربي، وأكيد دايما دورة عن دورة بيتطوروا وبيتحسنوا وبيقدموا لنا أفضل ما يكون بالوسط الفني العربي والعالمي. ومن خلال هذا المهرجان عادة بيصير تواصل بيننا وبين الفنانين العرب والعالميين، بنتبادل خبرات ونستفيد تواصل حتى اجتماعي على مستوى صداقات وعلاقات عامة ورسائل فنية وهم وطني اجتماعي عربي مشترك. هذا المهرجان يعزز الأعمال العربية المسرحية أكيد، ويساهم في تطويرها ويساهم في توصيلها لأكبر كم ممكن من المشاهدين. المهرجان وبعد جهود على مدار السنين منذ انطلاقته حصل في عام 2018 على ترخيص الهيئة العامة للمسرح وانضمامه إلى شبكة المهرجانات العالمية، ما يحمل مسؤولية أكبر للحفاظ على المستوى الذي وصل إليه، وينعكس إيجابا على المشروع الأردني الذي يعكس الوجه الحضاري للإنسان الأردني أمام كل التحديات وأمام كافة الأفكار الظلامية. لنستمع إلى آراء عدد من المشاركين. بهمني هيك مهرجان لأنه بيضم أكثر من دولة، سواء كانت عربية أو أجنبية، بتلم ثقافات كتير مختلفة ومعلومات كتير أحلى من كل أي مهرجان بيقدمه كل سنة بيصير بالأغلب يعني. صراحة مهرجان كتير مهم. من خلال هذا المهرجان طبعا كل واحد لما يعرض فكرته ومشكلته، احنا كجمهور أردني بنيجي ونتطلع نتبادل ثقافات من خلال هذا المهرجان. طبعا كل ثقافة مختلفة عن الثانية، وحلو انك تتعرف على ثقافات بلدان أخرى في حال انك تروح عندهم تعرف ثقافتهم كيف حياتهم، حتى على مستوى ممكن تتعلم منهم لغتهم أو لهجتهم من هذا المهرجان. أهم إشي بالمهرجان إنه بيجمع الثقافات كلياتها من بران، كان من إيطاليا، سويسرا، جورجيا، مصر، العراق، كل الدول. هذا أهم شيء بالمهرجان على ما أظن. هذا إشي بنشر الثقافة عنا سواء بالأردن أو حتى خارج البلد. المهرجان لأنه دولي وبيجيب عروض من كافة دول العالم، فهو ممكن يكون وسيلة لتناقل الثقافات بين العالم، وأنه إحنا نشوف مسرح من دول مختلفة. فهو هذا إشي هيعرف الغرب على مسرحنا، هيعرفنا نحن كمان على مسرحهم. فهو يعني حصيلة تعب وحصيلة جهد، بس بالنهاية يعني هو حصيلة تجمع ثقافي لكل دول العالم. وسوف ينظم المهرجان ملتقى التجارب النسوية للمسرح، حيث سيتحدث في الملتقى الفنانة سيرين قنون من تونس، والفنانة شادية زيتون من لبنان، والفنانة بشرى إيجورك من المغرب، والفنانة نادرة عمران من الأردن. وسيدير جلسات الملتقى الفنان المعز القديري من تونس. سوف يتم تكريم سيدات أفنين سنين عمرهن بالانشغال المسرحي، وسوف يحتفل مهرجان هذه الدورة بالمرأة العربية ومنجزها الإبداعي. وتحقيقا لهذا المبدأ يكرم المهرجان المخرجة مجد القصص، والفنانة مرام أبو الهيجاء، والفنانة رانيا فهد من الأردن، كما يكرم الفنانة سعاد العبد الله من الكويت، والتي ستكون ضيفة شرف هذه الدورة. مهرجان المسرح الحر في دورته الحالية يخطو خطوة جديدة تضاف إلى رصيده، إذ يصر على تنويع العروض المسرحية العربية والأجنبية بشكل ربما يتفوق على المهرجانات الرسمية. في جبور العربي، المركز الثقافي الملكي، عمان. وللإضاءة أكثر على هذا المهرجان ينضم إلينا من عمان دكتور حكيم حرب المسرحي الأردني. مساء الخير دكتور حكيم، وأهلا وسهلا بك. إذا أبدأ بملاحظة وردت على لسان أحد أعضاء لجنة التحكيم من أن المشاركات العربية هذا العام أو هذه الدورة كانت مقلة بالمقارنة مع المشاركات الأجنبية، ما تفسيرك؟
بداية أهلا وسهلا فيكم، وسعيد يعني بهذا اللقاء، وسعيد يعني بمهرجان المسرح الحر الدولي، هذه التظاهرة يعني الثقافية العربية العالمية الشاملة. أنا بعتقد أنه يعني تركيز المهرجان يعني على الناحية الإيجابية والإبداعية والنوعية أكثر من التركيز على الكم. يعني هنالك يعني بصفتي كنت أحد أعضاء لجنة المشاهدة وضبط الجودة لاختيار العروض المشاركة في هذا المهرجان، هنالك كم كبير يعني زي ما تفضلت، كم كبير من طلبات المشاركة العربية والأجنبية تقدمت، ولكن كان هنالك قاعدة تحكمنا جميعا كأعضاء لجنة بأنه يجب الانحياز لما هو أكثر جمالا ولما هو متميز ومبدع ويتقاطع يعني مع المسرح الحديث حاليا. نعم، لكن ويتقاطع دكتور حكيم، مع قد يتساءل المشاهد تم اختيار اليوم اليوم بعد 8 سنوات على انطلاق الربيع العربي والثورات العربية، يعني ربما من غير المنطقي إقناع الجمهور اليوم المشاهد بأنه لم تستطيعوا خليني أقول ليس العثور، يعني فقط 8 عروض مسرحية هي التي يعني كانت تستحق أن تعرض في هذا المهرجان. يعني اليوم العالم كله يعج بالمخرجين العرب، إن كان من اللاجئين أو إن كان من المهاجرين، وهناك تجارب مسرحية رائدة اليوم بالفعل. فهل يعقل فعلا أنه 8 عروض مسرحية فقط في مهرجان ضخم كهذا؟ يعني اسمحي لي أوضح مسألة. أولا أنا يعني مش من إدارة المهرجان، يعني أنا صديق لأعضاء فرقة المسرح الحر اللي هم بيديروا المهرجان، ولكن أنا بقدم يعني مقترحات وبقدم بعض الاستشارات المسرحية اللي هي لها علاقة باختيار العروض، ولكن ما يتعلق بإطار المهرجان وبرنامجه وتنظيمه وخططه هذا أعتقد يعني من اختصاص إدارة المهرجان، ولكن إدارة المهرجان طلبت مني ومن زملائي في أعضاء لجنة المشاهدة لاختيار عدد من العروض وترتيبها حسب الأهمية، وقد أنجزنا هذه المهمة. لكن هنالك يعني يحكم بالتأكيد، أنا ما بدي أصرح نيابة عن مدير المهرجان واللجنة العليا، ولكن هنالك يحكم كل مهرجان إمكانيات مادية وظروف لوجستية تتعلق بحجز المسارح والفنادق وتذاكر السفر وإلى آخره. أعتقد أنه كل مدير مهرجان يتمنى لو كان هنالك 20 أو 30 دولة مشاركة، ولكن نعم دكتور حكيم طبعا أنا لا أسأل نعم لا أسألك كمسؤول عن المهرجان بكل تأكيد، ولن أسألك لأنه كما قلت أنت غير مسؤول في المهرجان يعني، لكن يقال إن بعض العروض استبعدت سياسيا لأنها طبعا لدولة معينة لدول معينة، هذا ليس موضوعنا اليوم. هل المسرح الأردني نفسه اليوم حاضر في الحياة الثقافية دكتور حكيم، وله وجود متميز خارج هذه المواسم، مواسم المهرجانات يعني التي تختزل المشهد لعدة أيام فقط في السنة؟ لا، المسرح الأردني حاضر وحاضر بهذا المهرجان. فرقة المسرح الحر تقدم نساء بلا ملامح، أنا كمخرج مسرحي أقدم مسرحية جنونستان مع فرقة مسرح الرحالة، وقدمنا العرض يوم أمس في المسرح الدائري بالمركز الثقافي الملكي. هنالك عدد من المهرجانات، فرقة المسرح الحر اليوم تقدم هذا المهرجان، وهنالك فرقة أخرى هي فرقة طقوس تقدم مهرجان أيضا دولي في شهر آب. وزارة الثقافة لها مهرجان الأردن المسرحي، وهو مهرجان عريق مضى على تأسيسه أكثر من ربع قرن، بالإضافة لمهرجانات خاصة بالشباب وبالأطفال. نعم، وهنالك عروض موسمية على مدار العام يعني تقام سواء في داخل عمان والمحافظات. فاصل قصير نتابع بعده باقي فقرات شبابيك، فتابعونا.